السلام عليكم، اخبار الشباب؟ شباب طيبين ان شاء الله. لعبه رعب. طبعا قبل ما ابدا التصوير انا ظهر بغي ينكسر، لاني حاولت اغير اللمبه هذيك اللي فوق لونها احمر بس ما قدرت، فاستسلمت للامر الواقع وقلت خلينا نخش. والهدف من هذا المقطع انه افجعكم انتم اكثر من اني انفجع. الوضع شخصنا من اخر فيديو ضحك لانه خسرت كثير، الله المستعان. الزبده، قبل ما اطول الكلام خلونا نخش. لا تنسوا اللايك اشتراك. في شيء برضه بقوله، شكرا اللي جالسين يشتركون الفتره الاخيره، لانه زي ما انتم شايفين النسبه هذه اللي تحت تغيرت عن اخر فيديوين قلت لكم شيء يصدم. فاتاكد اذا ما انت مشترك تشترك، وعادي اذا ما تبغى اشوف مقاطع بس اشترك برضه. اوكي خلاص بقى. لا هذا بالله، قبل ما نبدا الفيديو في شيء مره متحمس اقوله لكم، شيء راح يعجبكم وانا عارف مره انه راح يعجبكم. باذن الله يوم 25 من هذا الشهر راح اكون متواجد في فوف ذا زون. يب، انا راح اكون موجود من الساعه 5 ان شاء الله العصر لين الساعه 12 في الليل. نقدر نتكي، نتصور، نلعب، وفي جوائز، حتى بنلعب كذا فول جايز، ماينكرافت، اي شيء موجود هناك على الاجهزه اللي عندهم بنلعب. واللي ما يعرف فوف طبعا هو افضل جيمنج سنتر موجود هنا في الرياض، واللي في ذا زون اجهزتهم جباره، عندهم نت، عندهم كل حاجه، يعني نقدر نسوي كل شيء. وعشان تكونون في الصوره للناس اللي بيجون ان شاء الله، راح يكون في 3 دفعات على اليوم كامل من الساعه 5 والساعه 8 اذا ما خاب ظني والساعه 10. فعشان تسجل لازم انكم تحضرون الموقع ان شاء الله، بحط لكم الرابط تحت في الديسكربشن. تروحون على اللوكيشن تاخذون التذكره، وراح يعطيكم اصلا عليها ساعتين مجانا تقدرون تجربون الاجهزه اللي عندهم والاشياء اللي موجوده هناك من في ار والالعاب وكل حاجه موجوده عندهم. تقدر تروح هناك تشغل فول جايز تتدرب، حتى نجي يوم الخميس ان شاء الله ونتقابل هناك ونلعب واغسلك، ويمكن انك تفوز علي وتاخذ جائزه. يب، اللي بيفوز علي بيحصل جوائز. متحمس مره اني اشوفكم ان شاء الله يوم الخميس، او الناس اللي بيقدرون يحضرون تعالوا، وبصور انا ان شاء الله في اللوج لليوم هذا كامل. اتمنى اني اقدر اشوفكم هناك. طبعا بحط لكم تحت في الديسكربشن رابطين، واحد على الموقع ياخذك اللي هو اللوكيشن تروح عشان تاخذون تذاكر، والرابط الثاني عشان الدعم حقهم في تويتر. عندك اي سؤال اي استفسار، تويتر حسابهم هذا موجود هنا، خش استفسروا عن الموضوع كامل، يعطونكم الخطه باذن الله. يوم الخميس، ها يوم الخميس، خلونا نشوفكم. يلا الان نقدر نكمل اللعب. يوم الخميس تعال خلونا نشوف نلعب. الزبده، يوم الخميس، ها خميس، اوكي فوف، اوكي ديسكربشن، خش الفيديو. يلا اوكي خش الفيديو. ديستروي ذا مول، عندي 5 اشياء ادمرها. لا اله الا انت ربي سبحانك. ديستروي ايش؟ سيب، ونهايه السيب في احد، لانه اذا رفعت بعدين يرفع بعد، يعني مو متاخر، حركه من المطور تضيف المزيد من الرعب. بسم الله توكلنا على الله. اي ارحم بوالديك. كرسي، نفس الشيء. اسمع شيء ورايا، اسمع شيء ورايا. نو لا، تكفى 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 تكفى، والله ماني مستعد نفسيا اني انخرش الان، ماني مستعد. اوكي انا جالس ادور في نفس مكاني، جالس ادور في نفس، الكرسي طاح. دستروي ايش يعني؟ ادمر الكرسي مثلا؟ الباب هذا صار يفتح؟ اوكي لا ما يفتح. السلسله سوي فيها شيء؟ الناس سوي فيها شيء. هذا الرعب النفسي، مو هو جالس يخوفني، جالس يوترني. ترى بطلع لك الان كذا ودقات قلب. يرحم والديك. شوف انا ما راح، اوكي انا راح ارجع، راح اخلي عني الكذب وراح ارجع. خوفني يا ورع، خوفني يخلص، منعنا من ذا الحركات. حلو حلو، الباب مقفل، وهذا ايش تبغاني اسوي يعني؟ اخترع لك خط، اصمم شيء ثاني؟ something you have to plug into darkness to get out. To get out of a close loop. Press F. الناس يقولون خواف ذا ورع. بس. دمان. يلا حية. يلا ها. كل ما اطفي النور واشغله يغير المكان اللي انا فيه. حلو. Close loop. يقول لك يمين ضرب الغانمين، بس اللي مسويها ما يعرف المثل هذا، يعرف يسار. حلو، لانه اجنبي. فكرت انا شويه بس تفكيره اتوقع خاطئ. نايس، وات از ذس؟ ايش نسوي؟ ديستروي اول فايف، في اشياء ادمرها بس وش ما ادري وين بالضبط اصلا. يا اخي ميز، يلا يكهر. طفيت النور انا قبل ما نبدا ونخش زياده. احس اللي يدوخ من الالعاب يجيه موشن سيكنس، يقفل. اوكي لا تقفل، شوف اوكي قفل، لانه واضح انها تدوخ. فما انا ما ابغاك في نص الفيديو كذا تستفرق. ما انا ما قفلت، انا ما شوف انا ما قفلت، انت تشغل، انت اللي قفلت النور، انت تشغل الله يرضى لي عليك.
اما اني ارجع انا اشغله واخوف نفسي بنفسي هذه ما اتوقع اني اسويها. نقعد نقدر نتكي عادي ما عندي اي مشكله. والله ما في اتوقع لازم اضغط. شوف الخرشه اللي بتصير. اوكي هذا شيء ايزي. طيب اول رحنا من هنا رحنا يسار خلنا اروح يمين. حلو حلو جدار فاضي في نهاية في اسانسير تضغط الاسانسير تبعد عنه بس عشان لو فتح يعني ويمكن تهرب. اوكي خلك هنا يمكن تهرب لاني سمعت صوت يسار. لا لا يا اخي الله يرحم لي والدي. يا زبال شفتك شفتك ترى انت خوي شكلك. اه هذا اللي ادمره. اوكي اوكي اللي ادمره يخوف. طيب what am I doing يقول لك. والله I don't know what am I doing. انا بالنسبة لي جالس اصنع محتوى انت ما ادري ايش. شوف اذا بدأت تسمج زي كذا اعرفوا اني قامض ام العافية. اسلام 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 يا الاصوات اسلام يا الظلام. يا اخي لا تخوفني بالصوت لا تخوفني بالصوت. اوكي جدار في النهاية. اقسم بالله حركة الكشاف اهني المطور عليها صراحة لانه تخوفك زيادة. انا رايح جهة الصوت. بسم الله توكلنا على الله. بسم الله توكلنا على الله. ماني خايف منك يا ورع تراك لعبة. اوه it does not make any sense. What's going on mate. ايوه جيم اوف ثرونز. اروح في ما انت عارف اني ما بروح للظلام صح. اوه انا بديت عندن رسميا. حلو جالس اسمع عندي اصوات في الحقيقه وما في اي صوت اصلا عندي في الحقيقه. اتوقع اطفي النور واشغل. ايه اوكي العب الصوت صوت الموسيقى هذا جاء من وراء عشان كذا سمعته في السماعه من وراء. بدي اضبط يتي يا رجال تعال وريني ايش عندك ابغى اشوف ايش عندك. يمه يا اهلا وسهلا. وين تلت صدعت صدعت اقسم بالله جاني صداع نصفي اللي كذا الجبل الانفيه عندي اللي صار فيها مشاكل. شوف انت طفي الكشاف بس لا تطفي علي الشاشه بلا استهبال. التفت هناك الصوت سمعته يسار. لا هذا وانا شاري في ار. انا شاري في ار لو تشوفونها تحت هناك. او انزل عليها محتوى يعني بلعب العاب رعب في ار. I don't want what do you don't want. نروح اف الاخير هذا الاخير هذا هذا الراس الاخير الحين. انا اتوقع اقدر ادق اتكلم يمكن 500 حولها. الله اكبر عليك الله اكبر عليك يا شيخ. والله لا والله ما اتحمل. اوي ارحمني. شوف انا عارف انه ما في مكان اروح له الا عندك. الله يستر منك الله يستر منك يا ابن الحلال. هذا اللي هذا اللي اول هذا اللي اول. اطلع لي اطلع لي بسرعه 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 بسرعه. انا مستعد. ها اسمعك يميني اسمعك يميني اشوفك يسار. خمسة من خمسة خلصتها؟ ها؟ اسمع دريبك دريبك يمين 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 يمين. اوه اوكي 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 مو هنا. اوكي حلو 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 حلو. وينك؟ بلتفت بحصلك اوكي. الباب هذا ما ينفتح؟ لا ما ينفتح النور يطفى. خلاص يا جماعة خمسة من خمسة المفروض انك تفكني. شطف من قدامي انا شفته شطف من قدامي. والله لا والله لا والله لا والله الوضع ما هو طبيعي ما هو طبيعي ابدا. تقول لك يا ولد انت تتمثل. تكفى تكفى. ما ارتاح حركاتي ما ارتاح لها. انت انت
عند الله ينهي. حلو. أول شيء أسويه فك السماعة تحطها هنا لأنه أنا جالس أنتفض. أنا سمعت إن اللعبة تخوف بس أنا خفت مرة واحدة، خفت توتريا، المقطع كله متوتر. هذه الخرج الله يوري الزبدة. يب، أتمنى الفيديو عجبكم، فيديو كذا رعب خفيف لطيف، هذا المغزى منه إنكم أو إنه تشوفوني أخاف فأخفت أتوقع. إذا عندكم ألعاب رعب ما هي سلاسل، ألعاب رعب اكتبوها لي في الديسكريبشن، تكون ألعاب رعب حق VR، بالVR أنا أبغى أوكي ألبس أخش أبغى أشوف إيش الوضع، أطرف الإسعاف برا. أتمنى الفيديو عجبكم، ووصلنا هذا الفيديو اشتراك لايك اشتراك لأنه عشان النسبة ذيك تتعدل، وبس يلا السلام عليكم. Alt F4 على طول.